بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده الفاصوليا، اللي هي الفاصوليا الناشفة. يعني طريقتها بسيطة جدا. هنا حبايبي أنا كده إيه ولعت عليها، بس عايزة أوريكم أول حاجة أنا عملتها. طبعا أنا نقعت الفاصوليا ديت في مية، يعني بتنقعيها كده لمدة 5 ساعات 6 ساعات كده، يعني لحد بتسيبيها لحد ما تلاقي الايه الحباية بتاعتها بدأت اللي هي ايه تكبر ايه معاكي. فطبعا أنا يعني أنا ما نقعتهاش الفترة ديت عشان كنت يعني مستعجلة، يا دوبك نقعتها كده حوالي ساعتين بس. ولعت عليها دلوقتي بقى على بس المفروض ان انت تسيبيها لحد ايه، تسيبها في الميه البارده كده لحد ما تلاقي الحجم بتاعها ايه كبر معاكي. انا دلوقتي بقى ولعت عليها على البوتاجاز عشان عايزه اخلص. حتى انتوا هتلاقوا ايه لسه في حبايات اهيت لسه ما كبرتش، فانا هنسيبها في الميه كده تغلي لحد ايه ما الحجم بتاعها ايه يعني يزيد دلوقتي. وبعد كده هصفيها بقى من الميه السخنه ديت، وبعد كده بقى ايه هنعمل مع بعض يعني البصل والطماطم اللي هي الصلصه اللي انا ايه هحطها فيها. دلوقتي انا هنسيبها كده تكمل ايه تاخد كام غلوه كده اهوت ايه لحد ما، بس انت يستحسن انت تعمليها بعد ما تنقيها كده اهوت وتطلعي منها اي زلط او اي طينه او اي حبايه كده مش كويسه، بتنقعيها في الميه وتسيبها براحتها كده اهوت لحد ما تلاقي الحجم بتاعها ايه زاد كده ايه معاكي. وهنا بقى نشوف مع بعض كده هنحتاج لايه. هنا هنحتاج حبايبي يعني البصلايه كده اهوت وسط كده اهوت يعني مقطعه قطع صغيره، وهنا كان عندي صلصه طماطم في الفريزر فده كده ايه يعني خدت كبشتين كده كبار منها عشان هعمل بيها. وهنا بقى معايا ده كده مكعب دجاج ومعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل اسمر، وهنا معايا ايه ميه. وهنا بقى انا هنستعمل النهارده في هنستعمل في الوصفه كده اللي انا هنعملها ديت اللي هي الفاصوليا الناشفه، هنستعمل السمنه الفلاحي اللي انا كنت عاملاها معاكم. ما هيت كنت مسيحه معاكم العلبتين دولت وعامله السمنه الفلاحي من الدهنه، فدي اللي انا هنستخدمها النهارده في الاكل معاكم. اول حاجه بقى ايه، انا هاخد معايا الحله اهيت اللي انا هعمل فيها، هاخد كده ايه معلقه كده اهوت ايه منها دي كده اللي انا ايه هعمل بيها اهيت. دي كده المكونات كده ايه حبايبي كده معايا. هبدأ بقى اللي انا اخد دي واحطها ايه كده اهوت، بس ايه هثبت التليفون عشان اعرف انزل ايه واشتغل، انزل السمنه واشتغل. هنولع عليها العين التانية بقى. هاخد الحلة كده اهوت كده حبايبي السمنة كده ساحت كده معايا، هبدأ انزل عليها بالبصل واديلها رشة ايه ملح كده اهوت. هسيبها دلوقتي بس المعلقة وقعت مني، هسيبها دلوقتي لحد ايه ما البصلة كده هتبدأ اللي هي تصفر ايه معايا. نرجع تاني. دلوقتي حبايبي البصلة كده بدأت اللي هي تصفر اهي كده معايا، هنزل عليها بقى بالطماطم. دلوقتي بقى ايه يعني هقلبها بقى تقليبه كده البهارات كده مع الصلصه واضيف عليها الطماطم. لسه
البتل كده ميه ضفته، وهسيبها بقى لحد ما تغلي كده ايه غلوه. بس عايزه ايه اعمل شويه الصلصه كده اللي في البتاع. معلقه وقعت مني. دلوقتي يا حبايبي انا هسيبها بقى تغلي كده اهوت ايه غلوه، ونشوف مع بعض كده الفاصوليا اهيت. هي دلوقتي بقى ايه مع بال هي ما تغلي كده اهوت، هبدأ بقى انا اخد الفاصوليا دي واصفيها بقى من الميه السخنه ديت، وبعد كده اضيفها بقى ايه على الدمعه الصلصه اللي انا عملتها. دلوقتي يا حبايبي هبدأ بقى ان انا اصفي كده الفاصوليا. هي بس ايه انا بملي عشان انا بس اللي بصور، هوقف مع بالي ايه كده خلاص كده. انا ما ايه مش هفتح عليها الميه الساقعه، عشان انا لو يعني لو فتحت عليها الميه الساقعه برضو، دي معلومه برضو حبايبي عشان برضو تعرفوها، لو فتحت عليها الميه الساقعه تلاقي الفاصوليا حبات الفاصوليا ديت هتلاقي القشره طلعت ايه منها، فحسبها بقى كده اهوت. هاخدها واحطها في الدمعه عشان هي بدأت اللي هي تغلي معايا. كده حبايبي زي ما احنا شايفين كده الدمعه بدات اللي هي تغلي كده معايا، هبدا بقى انزل عليها بالفاصوليا بعد ما صفيتها من الميه السخنه وما بردتش عليها، يعني ما تبرديش عليها عشان ايه يعني هتلاقي القشره اللي هي طلعت ايه معاكي يعني مع الميه الساقعه. بس كده اهوت. دلوقتي بقى انا هسيبها لحد ايه ما تستوي خالص، واغطي الحله واسيبها بقى ايه يعني براحتها بقى لحد ما تستوي كده اهوت، وبعد كده ايه نشوف شكلها مع بعض. دلوقتي حبايبي هنشوف بقى كده الفاصوليا، هي كده استوت كده معايا خلاص. كده بقى ايه هاخدها كده اهوت، واحطها بقى ايه كده، انا هحطها بقى في الطبق لان هي كده خلاص، وانا كده ايه هطفي عليها كده خلاص. ودي كده حبايبي كانت الطريقه كده اهوت، طريقتي في عمل الفاصوليا الناشفه. اتمنى ان الطريقه تكون عجبتكم، وزي ما قلت لكم عملتها معاكم بالسمنه الفلاحي اللي انا عاملاها من الدهنه، يعني جميله جدا الطعم بتاعها فعلا، يعني الطعم بتاعها مش ظاهر خالص ومش باين كمان اللي انا حاطه فيها، يعني اللي انا حاطه فيها دهنه يعني سمنه فلاحي بالدهنه، لان انا عاملاها بطريقه يعني جميله جدا ومش ظاهره فعلا في الاكل بالامانه يعني. كده بقى ايه هنقل الطبق على الطباخه. اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بالطريقه، طريقه سهله وبسيطه لعمايل الفاصوليا بالسمنه الفلاحي اللي انا عاملاها من الدهنه. يعني اتمنى للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي وندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا من القناه، يا ريت اللي انتم كده حبايبي تدعمونا كده بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه، ويا ريت كده تدعمونا كده باللايك والشير حبايبي عشان يعني الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.